حقق نادي الزمالك فوزا هاما خارج الديار على حساب الشرطة الكيني بهدف دون رد في افتتاح مشوار الكونفدرالية الإفريقية، ليضع الزمالك قدما في دور المجموعات قبل حسم التأهل بشكل رسمي في مباراة العودة أمام بطل كينيا المقرر لها الجمعة المقبل بالقاهرة، ليبدأ الزمالك مشوار الدفاع عن اللقب بعد التتويج بالبطولة الموسم الماضي بكل قوة من خارج الديار. وحقق الزمالك عدة أرقام مميزة عقب فوزه في مباراة الشرطة الكيني بعد تأكيد تفوقه التاريخي على الأندية الكينية بالمواجهات المباشرة بتحقيق الفوز رقم 13 من أصل 16 لقاء مع أندية كينيا، بينما خسر الزمالك مبارتين وتعادل في مباراة واحدة، كما رفع الزمالك رصيد أهدافه في شباك الأندية الكينية ليصل إلى 36 هدفا بينما استقبل 9 أهداف فقط. أما البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني لنادي الزمالك حقق انتصاره الإفريقي السادس خلال 9 مباريات مع الزمالك، وتعادل في مبارتين وخسر لقاء وحيد.